السلام عليكم أصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد. اليوم أخوتي كنتواجدوا في فيرما إنتاج النعام، غادي نكتشفوا لكم النعام خاص ديال مدينة الداخلة. هذا المكان رائع جدا، غادي نبارطاجي معكم أي حاجة جديدة في هذه الفيرما إنتاج النعام. كما كتشوفوا عندنا النعام في هذه الاتجاه، عندنا في هذه البلاصة النعام، وغادي نكتشفوا بعض المعلومات على هذا النعام اللي رائع جدا. هذه الفيرما كتواجد حدا مدينة الداخلة لإنتاج هذا النعام، وهذا النعام رائع جدا. بزاف ديال الناس كيجيو هنا يصوروا الأثمنة هنا 10 درهم فقط، وتدخل وتصور مع راسك وتكتشف النعام بواحد الطريقة رائع جدا. كما كتشوفوا هذا هو النعام، شوفوا المشية ديالو. المهم هادشي زوين بزاف، اش غادي نقول لكم، رائع جدا. ممكن تجي هنا وتكتشف النعام بواحد الطريقة، وتكتشف البيض ديالهم. ها هو خوتي، هاد هما البيضات ديال النعام، ها هما تبارك الله. هادي بيضة ديال النعام، هاهي تبارك الله، ثقيلة خوتي، ها ثقيلة. المهم بزاف ديال الحوايج غادي نكتشفوهم اللي عليكم هو تبعوا الفيديو من البداية حتى النهاية. اشتركوا في القناة ديالي، فعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. طلب بسيط، ساعدوني باش نوصل القناة ديالي 200 ألف مشترك. طلب بسيط، انستغرام ديالي في الوصف ولا أول تعليق، هاجموا الانستغرام ديالي ودعمونا أخوتي. غادي نحط لكم بعض اللقطات بعض الصور، علاش لا، اللايف في انستغرام مرة مرة. المهم فرجة ممتعة من فيرما إنتاج نعام خاص في مدينة الداخلة.
اخوتي هادو النعام. دابا الشريف على حساب هاد النعام ربما عندهم تماما الوقت ديال الماكله ديال الشريف اييه هكا كيف عارف باش تعرف حد الناس كيعرفوا كيلو بزاف على حساب البراني. دابا دخل عندهم يديروا لك والو كما قلنا ولا حاجه بزاف تماما كما لا. تبارك الله رائع جدا نكتشف لكم. شوفوا هذه النعمة النعام هما زوينين بواحد الطريقة جميلة في المنطقة الحمراء ولا شحال هما الذكور ديال النعام الذكور دابا باش نعرفوا الذكور هادي نتوا دابا هادي تماما هادوك هذاك كحل النعمه من ضمن المميزات ديالها كانت تعيش ما بين 50-60 70 سنه 70 سنه تعيش وكذلك الفيتاس تاعها تبارك الله 60 كيلومتر في الساعه وكذلك القوه النفسه الى هاجمت ممكن تلحق 60 70 الى قريبه منك جات كتجري كتلحق الى 220 كيلو تبارك الله. النعمه هي من ضمن الطيور كتعدي على الحروب بصفه عامه كتزيد ديفيزاسيك في الارض طايب بحال الطيور وكتاكل واحد النسبه ديال الحجر مع الرمله باش تكتاجي ديك الماكله اللي عندها الداخل والحاجه ديال كتاخذو من داك القياس اللي كتاكل في الارض وداك النسبه ديال الرمله اللي كتزيد ديك الماكله تاعها وهي راه ناس الطائر وكتصنف واخا زيد معايا سيدي ايه بالنسبه للحم تاعها كتصنفو من اللحوم فيه نسبه قليله من الكوليسترول فيه نسبه عاليه من الحديد بلا من البروتين الزائد غير مشبع وكذلك كنستافدوا من الريش ومن الجلده ومن الزيت عندنا فعال بزاف من امراض الروماتيزم حاليا كتستخدم من كريمات تسريح تجاعيد بالنسبه انت ولا الرجال الريش كتخدم في الدكراسه ديال الرجالات حاليا كيتصنعوا افيشام اغطيه دابا البيض ديالهم شنو هو الدور ديالو البيض ديالهم بحالاش تقريبا يعني النعامة كنحضنوا البيض باش تعطينا البوسه كما كتشوفوا معنا خوتي النعام ها هما ضريفين هما كما كتشوفوا قال لي هذا السيد لا خصك ما تدخلش عندهم يقدر يهاجموا عليك وغيضربوا وانا خفت يضربوني داكشي علاش ما بغيتش ندخل عندهم حيت هما كيهاجموا ياك كيهاجموا على يعني ما عندكش العلاقه معاه وما كيعرفكش بحال هو بدا خدمته بحال الجمل ياك بحال الجمل دابا الجمل ما عرفك غادي يهاجم عليك الا ما فهمتوش راه هو كيدير خدمته داك الصح تماما كيعرف غير مولاه الجمل دابا كيعرف مولاه الله يحفظك اسيدي. المهم كما كتشوفوا معنا هذا الشخص قال لنا سيدي على حسب بعد الخبره على النعم وكتشف لكم جميع التفاصيل على النعم ونتمنى ان شاء الله باذن الله التفاصيل اذا فهمتونا والنعم هما هادو ما كرهتش انا ندخل انا والله ما كرهتش ندخل هنا اش اخوتي يا اخوتي ولي 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 شتي يا اخوتي هيا سبحان الله سبحان الله سبحان الله اش غادي نقول لكم والله ما كرهتش ندخل والله ما كرهتش والله نبارطاجي معاكم كلشي ادخل عندهم اش يوقع كاع في السلامه نصور واحد شويه ونرد البال ملي نشوفها غادي تهاجم عليا غادي نهرب نزيد بحالي المهم الاجواء رائعه جدا في هذا المكان رائع جدا فيرما هذه فيرما ديال النعم الانتاج ديال النعم كاين البيض حنا ديالهم كاين بزاف ديال الحوايج اجي ما عرفتش السميه ديالهم راه واقيلا عندهم السميه لا هما غايسموهم السميه ايوا النعم هو هذا
حتى الدرام اللي خلصت ودخلت انا صورت هنا. ايوا هادشي زوين بزاف رائع جدا. اللي جا للداخله وما صور نعم اشنا هو ضروري خلاص تصور. المهم هادشي زوين بزاف رائع جدا، احساس رائع جدا في هذا المكان. الناس كيجيو لهنا بديت تصوروا مع النعم، وانا اش غادي نقول لكم، جيت حتى انا هنا باش نصور. الهدف ديالي هو نجي نصور هاد النعم حيت هو مشهور. النعم ديال الداخله ما جيتيش لهنا وما صورتيش راه مشكله. جيت الداخله تصور كلشي كما كتشوفوا. هادو النعم صغار، هما صغار سبحان الله. ايوا هاد النعم الانتاج ديال النعم في الفيرما ديال نوح ديال الداخله هو هذا الانتاج ديالهم. نتمنى الفيديو يعجبكم. شوف كيفاش كيديروا. نحط عليه فيديو والله تتشدوا. سبحان الله. هادي النعم باقي فيهم الجوع داكشي علاش. كما كتشوفوا سبحان الله هاد النعام رائع جدا. تجي لهنا تستمتع تكتشف هاد النعام. هادشي زوين باش نكون واقعيين، هادشي زوين بزاف. بدا تكتشفهم وتفرج فيهم، هذا هو الدور ديالهم. شوف اخوتي النعام تبارك الله تبارك الله تبارك الله. ما كرهتش انا ندخل عندهم والله نبدا نصور معاهم، ولكن قال لي هذاك الشخص غادي يهاجموا عليك حيت ما عرفونيش. لو كان كيعرفوني ما غاديش يهاجموا عليا، وما كيعرفونيش غادي يهاجموا عليا، غادي يسبوا لي شي مشكل. اللهم ما نتقرب لهم نصورهم من بعيد. والله هذا هو الواقع اخوتي. ايوا حنا جينا باش نتساراو هنا نخرجوا شويه، في نفس الوقت غادي نكتشفوا هذا النعم. اول مره في حياتي غادي نكتشف النعم بحال هذه الفيرما. وثاني حاجه هادشي كله زوين، في نفس الوقت فوجنا، في نفس الوقت اكتشفنا النعام، في نفس الوقت فيها النعم رائعه جدا. ونتمنى ان شاء الله المزيد ان شاء الله باذن الله، ونبارطاجو معكم احسن. وهذه المزيد ديال الفيديوهات زوينين باذن الله خاص في النواح ديال الداخله وعلاش لا خارج المغرب ان شاء الله. هذه البلاصه حتى هي فيها النعم. ها هو النعم اخوتي. ايوا هادشي كله زوين كله رائع جدا. النعام ديال النواحي ديال الداخله يعني شوف كيفاش كياكلوا شي حاجه في الطراب. شتي اخوتي سبحان الله شوف كياكلوا شي حاجه، كياكلوا شي حاجه في الطراب. وقيله فيهم الشو كاين شي وحدين ناعسين اللي هي اخوتي في هذيك الاتجاه تما ناعسين. ها واحد اخوتي ها هي جايه. شتي اخوتي ها النعم. اجي 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 عندي اجي هي جايه عندي. اجي النعم اجي اجي النعم اجي هي والله الا جات بالله جات. هيا شتي حمتي اولي 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 خفت من اولي اولي شو 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 اخوتي شو حق الله الا جات عندي. ها قالت لي هاني جيت. بغات شي حاجه تاكلوها مسكينه مع الاسف ما جبناها شي حاجه ياكلو. اجي دوري ديرو عندي اجي. راه كتسمع شو اخوتي مشات صافي شافتني المشيه ديالها. شو سبحان الله المشيه ديالها والله الا جات عندي بالله. قلت لها اجي وهي تجي بغات ما تقصي. مع الاسف كون جبت لهم شي حاجه ياكلوها. ايوا الاجواء رائعه جدا في هذه الفيرما، رائعه جدا. هذه الفيرما كتوجد نواحي ديال الداخله
حتى نتوما ممكن الى جيتوا للداخله تجيو تزوروا هنا ديروا التصويرات ديالكم وتصوروا فوجو، وهذا الشيء كله زوين الاكتشاف، كتكتشف ملي كتكتشف هذا الشيء زوين كيكون رائع، داك الشيء زوين بزاف. ها شوف اخوتي هيا نعم نعم راه عندهم البيض ديالهم الانتاج ديالهم. المهم هادو كبار كما كتشوفوا، وكاينين هادو صغار، هادو صغار ولادهم. هذا البيض، ها هو البيض ديالهم كما كتشوفوا، هذا البيض ديال النعم، ثلاثه البيضات ايوا الصغار ها هما، ها هما هادو ظريفين، هادو ما كيديروش المشاكل، هاد الصغار حيت صغار، هادوك الكبار يقدر اي لحظه يهاجموا عليك. ايوا الاجواء رائعه جدا، اجواء جميله في هذا المكان، زوين بزاف هنا، كاين العجاج كاين الريح هنا. ايوا المهم حاولنا باش نكتشف لكم العم، جيت لهنا باش في نفس الوقت كما قلنا يوتيوبرز دائما كيمشي يكتشف، في نفس الوقت كيبارطاجي معكم تما فاش مشى تما فاش فوج، وهادشي كله زوين، هاد الحياة رائعة جدا، الاكتشاف الله يودي، شوفوا غير اللي كيسافر وبدا يكتشف راه دوز الحياة ديال بصح، كيفوج، وهادشي زوين. شحال من واحد تمنى باش يشوف هاد النعام، شحال من واحد تمنى باش يسافر للمدينة الداخلة في الصحراء المغربية، شحال من واحد تمنى هادشي، ولكن الله يسهل عليكم حتى نتوما أي واحد كيتمنى يزور الداخلة، راه فيها بزاف ما يتكتشف. كما كتشوفوا معنا خوتي النعام في هاد المكان فيرما للانتاج ديال النعم، وهاد المكان فاش كيتوجدوا داروا لهم الشبكه كما كتشوفوا، كان ربما ما داروا لهمش هاد الشبكه، يقدر غادي يهاجموا على الناس اللي كيجيو يصوروا في هاد المكان، هاد البلاصه كيجيو بزاف ديال الناس بعدا كيجيو يصوروا بزاف، هادشي اللي ديال السياحه اي لحظه ممكن تعرف عليك، ولكن ديروا لهم الشبكه حذاري ثم حذاري من النعم ربما كما كتشوفوا. كيقلبوا على ما ياكلوا هما، هذاك هو الدور ديالهم. ها شوف شوف كيقلبوا على ما ياكلوا. المهم هادشي زوين بزاف، شوف رائع جدا، نعم جميل، شوف هما ما كيخافوش، تقول لهم اجي يجيو عندك، شوف هادي دابا بغات تجي عندي، ها شوف هاكي هاكي هاكي، ها شوف ها. صغيرة هادي ما مكبيرش بزاف، فيهم الذكر وفيهم المنتوى بحال هذا الذكر ربما الذكر، وهاديك الأخرى بحال هادي المنتوى الكحلين هما الذكورة كما كتشوفوا. شوف باغيين يجيو هما، باغيين هما باغيين يتعرفوا معايا، فرحوا كاع بيا. اش غدير كيما قلنا الناس كيجيو هنا اي واحد جا عندهم كيما كتشوفوا من بعيد تكتشفوا الناس كيحطوهم يصوروا، شكل كيفاش كيحطوهم كيما كتشوفوا الناس كيجيو يتصوروا معاهم كيحطوهم شي حاجه ياكلوها، باغيين ما ياكلوا شتي. ايوا هادشي زوين بزاف، الناس كيتصوروا معاهم، الناس كيحطوهم المزيد كما كتشوفوا. انا ما كرهتش نقرب لكم ندخل ديال تما ندير معاهم جوي. دابا هاد الشبكه، هاد الشبكه سبات لي مشكل، انا ما كرهتش ندخل عندهم، واللي بغى يوقع يوقع، الا كانت هاجمات شي وحده عليا غادي نصورها. مولاهم كيدخل عندهم، مولاهم كيدخل، قال لك اسيدي كندخل عندهم ما كيدير لي والو، وانا ربما الا دخلت راه غادي ربما غادي يعرفوا ما يديروا لي والو. بديت بالشو هي تاعتهم هما كما كتشوفوا، ما كرهوش هما يخرجوا يخرجوا من هاد الشبكه، ولكن هاد الشبكه صبت لي مشكل، ما كيدخلوش هما يديروا كيما بغاو هاد الشبكه، هما لو كان ما كاين هاد الشبكة تلقاوهم بدا يتمشاو بدا يفوجوا، تلقاوهم مشاو هاديك الاتجاه مشاو هاديك البلاصة، هما باغيين يخرجوا. شوف اجي اجي اجي، كاع
كاين الانواع ديال النعام. نتمنى الفيديو يتسمع مزيان على حسب الصوت، حيت كاين العشاش اخوتي كاين الريح بزاف. ايوا نتمنى ان شاء الله يكون خير هذا الشيء نتمنى. ودرنا الجوله ديالنا مع النعام هنا واكتشفنا لكم بزاف ديال التفاصيل. النعام يقدر يعيش تقريبا 70 سنه 60 سنه، يعيش الحياه ديالو ماشي بحال الطيور. بعض الطيور يقدر الصفه ديالو في شكل الصفه ديالو زوينه بزاف، النعام راكم عارفين الدور ديالو والبيض ديالو كبير بزاف، وهذا الشيء كله زوين. هذا الشيء كيخلي واحد كيعطي واحد الطبيعه زوينه خاصه لهاد الفيرما وبلادنا، خصوصا النواحي ديال الدخله، حيت هذا النعام كاين غير في النواحي ديال الدخله. الانتاج ديالو كل مدينه وهي كل مكان وهو كل مصر. المهم نتمنى هذا الفيديو يعجبكم. يا سلام يا سلام يا سلام، شيء رائع جدا. كما قلنا الناس كيتصوروا وانا كندير فيديو، انا يهمني هو الفيديو تصور، ما عندي ما ندير بهم. هذا الشيء راه خدمه خصني نخدم بزاف ديال الطريق باقي تابعانا، بزاف ديال الطريق خصنا نخدمو وخصنا نتقاتلو ونحطو الفيديوهات باش نوصلو مليون مشترك. هذا هو المهم، اللي كيتبعونا حاليا يشتركوا في القناه ديالي وبارطاجيو لينا ويدعمونا عادي جدا. انستغرام ديالي نفس السميه ديال لاشين، راه ممكن تدخلوا انستغرام ديالي وتبعونا فيه. كما كتشوفوا هذا الخير رائع جدا جميل. كما كتشوفوا معنا اخوتي حاليا كنتواجدوا طاورطه، هذه هي طاورطه اخوتي. هذا المكان كله سميتو طاورطه، الاجواء رائعه جدا، الاجواء زوينه بزاف هنا. كاينين الفلاحه هنا، كاين الفارم، كاينين بزاف ديال الحوايج في هذا المكان رائع جدا. كما شفتوا النعم، مشينا عند النعم دوزنا نهار طوب. المهم داكشي زوين، اول مره في حياتي نكتشف النعم بهذه الطريقه، واول مره في حياتي نجي هذا المكان اللي فيه النعم، رائع جدا. طاورطه معروفه بالطبيعه ديالها، معروفه بزاف ديال الحوايج، والمزيد اش غادي نقول لكم، هنا زوين بزاف. الدخله كلها زوينه، ولكن المشكله ديال هنا غالي. الكرا غالي، المعيشه غاليه في الدخله، حيت الدخله بحال الجزيره، البلاصه زوينه بزاف. وتا نتوما ممكن تجيو للداخله، الا جيتو للداخله ضروري تزورو طاورطه، فيها النعام رائع جدا. استمروا معنا اخوتي. كما شفتوا اخوتي الفيديو من البدايه حتى النهايه، جينا هاد الفيرما انتاج النعام، صراحه دوزنا نهار طوب واعر، واكتشفنا لكم المزيد على النعام، كيفاش تعيش، كيفاش الماكله ديالها، باش كتعيش الامر ديالها. اكتشفنا لكم المزيد ديال المعلومات على النعام خاص في النواحي ديال مدينة الدخلة. نتمنى الفيديو عجبكم، اشتركوا في القناة ديالي، فعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد بإذن الله، المزيد ديال الفيديوهات ديال الدخلة والنواحي ديال الدخلة.